بصيرا بالعباد. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ذكر من؟ أيوب عليه السلام. دعاء من؟ أيوب عليه السلام. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مرض ودنف وتساقط لحمه ومات ولده وذهب ماله وقفاه الناس كلهم. فكان هذا الذكر هو الصلة التي جعلت له مخرجا بفضل الله سبحانه وتعالى. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم. إنسان يقع مريض أول ما يطرق أبواب المستشفيات، لماذا لم تطرق باب الله تبارك وتعالى؟ ذلك سبب وهنا المسبب. إذا حتى وأنت ذاهب إلى المستشفى تبدأ من البيت مباشرة بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا يفتر عن ذلك شيء، يمنعه؟ ما يمنعه شيء.